ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة التميز والتنوع والإبداع. اليوم إن شاء الله غادي نشوف معكم فيديو جديد، فيديو اللي كيخص طريقة ديال كيفاش تخرجوا الورقة ديال يعني ديال امباركومون أو الورقة ديال الطيارة من الشركة ديال غايانير. يعني الشركه سبق لي كيف ما شفت معكم الطريقه ديال الحجز ديال الطائره ديال العربيه للطيران، وشفت معكم ايضا الطريقه كيفاش تحجزوا طائره في شركه ديال غايانير. يعني كتحجزوا الطائره ومن بعد ملي كتبغيو تخرجوا البيي عاوتاني كاينه واحد الطريقه اخرى. اذا غادي نشوف معكم اليوم ان شاء الله الطريقه كيفاش غادي تخرجوا الطياره ديالكم، وكيفاش تخطروا يعني البلاصه ديالكم في الطياره، ولا بغيتوا تزيدوا مثلا حتى الماليطه مثلا. المهم غادي نشوف معكم ان شاء الله هذا الفيديو، ان شاء الله غادي يكون ان شاء الله كل ما هو مفيد. واي سؤال او اي استفسار خليوه لي في التعاليق، وانا ان شاء الله نحاول نجاوبكم عليها يا اما في التعاليق او لا من خلال فيديو اخر. اذا الطريقه باش نخرجوا الورقه ديال الطيار، اذا من بعد ما كنعملوا يعني ما كنعملوا ريزرفاسيون ديالنا كيعطيونا واحد الرقم، هذاك الرقم كيصيفطوه لكم في الايميل، كيصيفطوه لكم في الايميل ديالكم اللي كتعملوا في الاول باش كتريزرفيو به. يعني ملي كتمشيو للايميل راه كيعطيكم واحد الرقم، اولا فاش كتكملوا المراحل في المراحل ديال 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 الريزرفاسيون كيعطيكم واحد الرقم، ديك الرقم به كتخرجوا الورقه ديالكم. اذا الطريقه هي انكم كتمشيو للموقع ديال غايانير، الموقع الرسمي انا غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. اذا كتمشيو كتمشيو للموقع عادي، يعني الصفحه هي هذه ديال الباخينه ديال الموقع هي هادي. كتمشيو لهاد ثلاثه النقيطات يعني ثلاثه الشراطي، كتعملوا جيري ما ريزيرفاسيون، يعني نقولوا حنايا يعني الحجز، اداره الحجز بحال اللي نقولوا بحال هيدا. كتدخلوا، انا كنحاول نشرح باللغه العربيه يعني بالدارجه ديالنا باش كلشي يفهم. اذا هنايا كيعطينا جوج ديال الاختيارات، الا كنتي مسجله معاهم في الاخر في السيت يعني مسجله معاهم، الا ما كنتيش مسجله ماشي مشكله كتمشي لهذا الاختيار الثاني نيميرو دو ريزيرفاسيون، يعني كيطلب منك تدخل النمره. اذا كتدخل النمره، يعني النمره اللي قلت لكم هي اللي كيعطيو لكم سواء في الايميل او اللي كيعطوه لكم في الاخر ملي كتكملوا. يعني كنحاول ندخل النمره، هنايا كيطلبوا منكم الايميل اللي درتو به الريزرفاسيون. اذا الايميل اللي درتو به الريزرفاسيون هو اللي غتعملوه هنايا. اذا نمره الريزرفاسيون والايميل اللي عملتو به الريزرفاسيون، وكتعمل غوتورني جبر لي النمرة ريزيرفاسيون ها هي، وكيقول لي خصك تدخل تكونيكتا ضروري، يعني باش ما انك ما تضطرش انك تسجل معاهم، يعني كتدخل عن طريق جيميل، كتدخل عن طريق جيميل يعني عن طريق اي جيميل كما بغي يكون. اذا ريزرفاسيون هي هذه، هنايا كيقول لك كاينه اختيارات، مثلا الا بغيتي تشوف المعلومات حول هذا. المهم حنايا غنتكيو هنايا، هنايا كيعطيك بالنسبه للطياره يعني بالنسبه
الباكاج، الا بغيتي تزيد الباكاج، الا بغيتي يعني هنايا ديك الساعه غادي نشوف معاكم كل شيء. اذا بالنسبه يعني للريزرفاسيون ديالي هي هذه، كتخرج هي هذه، كتحاول كيف هاد افيشي لي زوبسيون دي جيستيون. اذا هيدا هي الاولانيه. ديك الساعه شنو كتعمل هنايا؟ كيعطيوك لي دوني كاملين، مثلا الا بغيتي تزيد الباكاج هنايا، السياج الا بغيتي تعملو، يعني هما يختاروا لك السياج. اذا هنايا كتحاول تعمر المعلومات اللي كتخص يعني كتخص الطياره ديالك. اذا هنايا بحال دابا الباكاج كتعمل، الا بغيتي تعمل اجوتي بلو دو باكاج، مثلا بغيتي تزيد الباكاج كتسكي هنايا، هنايا الباكاج كيف ما كتشوفوا هنايا كيقول لك الباكاج 10 كيلو هاد الثمن ديالو، الباكاج ديال 20 كيلو هاد الثمن ديالو. اذا بغيتي تزيد شنو كتعمل؟ كيقول لك هنايا يعني بروبريتي يعني ايدو باكاج اون كابيني، هذا كطلع معاك الكابيني. وهذا اذا الا لاحظتوا الفرق باش ما تتهديوش هنايا، يعني هنا كيقول لك غتطلعوا معاك للطياره هنايا، هاد 10 كيلو اللي يعني منها ب20 اورو. وبالنسبه للباكاج هاد 10 كيلو هذه لا، كيقول لك عاد تحطها في من تحت باش ما تطلعش معاك، دونك عامل لها هي تقريبا 24 اورو. اذا هنا تسكتي فيها هيدا، كتسكي فيها كتعمل اجوتي، مي كتعمل اجوتي كتعمل كونفيرمي. وهنايا كيقول لك بحال دابا هذه راه هي ديجا كاينه، هاد الطيه هاد الساك صغير هذاك كيعطيوه لك هما. اذا انا زدت هذا، زدت الثقل، يعني بالنسبه للثقل اللي غادي نحطو تحت ما حتىش نطلعو معايا الطياره. هنايا كيطلب مني نخلص، اذا كتعمل يعني الطريقه اللي بغيتي تخلص بها، غادي تعمل في المثال هنايا لا كارت، هنايا كتدخلوا المعلومات كامله، يعني معلومات كل شيء، الرقم فوي خط سالا سيكوريتي ولادريس وداكشي، وكتعملوا اوتيليزي سارت كارت. مني كتعمروا لي دوني كتجيو كتكشي، وهادي كتعمل بي اي سي. يعني انا غادي نعمل معكم هاد الاخر ونكملو، ديك الساعه غادي نكملو ان شاء الله الفيديو والتخرج ديالها. اذا كيف ما قلت لكم، اذا بالنسبه لانجستمون يعني كتكون في الاول انتي دخلتي غير السميه، من بعد كيطلب منك واحد المجموعه ديال المعلومات بحال دابا ناسيوناليتي، مثلا الجنسيه ديالك، يعني كتختار الجنسيه ديالك. اذا غنختار الجنسيه ديالنا ماروكا، هنايا لا دات نيسونس. دونك هنا غادي تحاول ترجع حتى لا دات نيسونس اللي باغيين، كنرجع من هنايا في 10. اذا من بعد كتعمل ديفينيغ، اذا هنايا غتسجل طبعا بالباسابورتي، هنايا كيطلب منك نمرة الباسابورتي، اذا هو كيكون ماجوسكيل. كتدخل نمرة الباسابورتي هنايا، فين عدلتي الباسابورتي
واش في المغرب واش في اسبانيا، يعني كل واحد كيعمل فين عند الباسبور ديالو. هنا لا دات فوي غيتسالى، دونك باش كيتاكدوا بان باقى فيه التاريخ. اذا شهر 6، اذا هنا كتعمل جي ان باسبور تي بيومتريك، ضروري الباسبور تي راه هو بيومتريك هادو الاخرى. اذا كتعمل كونتيني كونتيني ولا كونتيني. دونك هنايا يعني كيقول لك واش الا بغيتي لاسيغونس ولا هذا، كتقول له با داسيغونس، يعني ما خصنيش لاسيغونس، سوبريمي لاسيغونس. دونك انا ما خصنيش لاسيغونس ياك، اذا ما خصنيش لاسيغونس، كتعمل كونتيني. هنايا يعني كيقول لك الا بغيتي بالنسبه للسياج صافي، راه هو ديجا يعني تختار يعني اوتوماتيكمون بلا ما نهديوه. دونك كتعمل كوشي، وهنايا ضروري كتكوشي هذه، كتقول لهم زعما غادي يعني حتى جوج ساعات قبل الطيار، ماشي مشكله. دونك كتكوشي هذه وهذه بجوج بيهم، وكتكوشي هاد جو كونفيرم كو جو فو اكسبتي توت لي كونديسيون. دونك كتعمل كونفيرمي. دونك هنايا الباكاج، كيقولك الباكاج الا بغيتي تزيد الباكاج وداكشي محتاجشي، دان كونتينيي صاي داكوغ. دونك لونجستخومون اي ريوسي، دونك لونجستخومون دارت لكم اي صافي تيرميني. دونك هنايا ها هي كيف ما كتلاحظوا، ها هو الرقم ديال السياج عطاوه لكم. بالنسبه للرقم ديال هذاك هو كيعطيك انك تختار الرقم السياج ديال الطياره ملي تكون مجي، واخا حتى جوج ساعات قبل كتدخل وكتختارو، ماشي مشكله. دونك هنايا كتعمل هنايا افيشي لي كارت ديال امباركومون، يعني من الاحسن ديروا لا افيشي هيدا باش كتخرجوها. شنو كتعمل؟ كتعمل تيليشارجي، كتعمل تيليشارجي، ها هي تيليشارجي. دونك هي هادي، هادي بالسياج ديالها صافي. اذا هادي الورقه بالنسبه للهبطه. عاوتاني ملي كتبغيو تطلعوا عاوتاني نفس الطريقه، كتدخلوا وكتعملوا انغيستغمون وكتدخلوا عاوتاني كتخرجوا الورقه ديال هادي، كتختاروا السياج ديالكم وكتخرجوا الورقه كيف ما هاد الطريقه هادي. اذا كيف ما شفت معكم هذه هي الطريقه كيفاش تخرجوا البيه ديال الطيار. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم الفيديو وتكونوا استفدتوا معايا، واي معلومه او اي سؤال خليوها لي في صندوق الوصف. وكنتمنى منكم انكم تشتركوا معايا في القناه ديالي باش تشجعوني اكثر. شكرا. اذا من بعد ملي كتعملوا تيرميني، يعني ملي كتخرج لكم ورقه الطيار وكتعملوا تيرميني، كتخرج لكم هايا الا بغيتوا تشوفوها لا كارت امباركومون. وكاينه هنايا بالنسبه لهذه لونجستغمون ديال، يعني قلت لكم فاش كتدخلوا المره الثانيه كتعملوا نفس الطريقه اللي عملت، كتخرج لكم هذه الصفحه وكتمشيو عاوتاني اونجستغمون باش كتعملوا بالنسبه للطيارات الثانيه. اولا يعني انا بالنسبه لي هذه يعني طلعه والهبطه، الا هي هبطه وحده اولا طلعه وحده راه الطريقه معروفه.